السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا لقينا أداة في الريفت نقدر من خلالها هنعمل سكيماتيك. الأداة موجودة هيت ادنس كريت سكيماتيك. تختار بقى السيستم اللي انت عايزه، وليكن مثلا دوت يعمل لي السكيماتيك بالشكل دوت. فانا بقول له زر لي مثلا برانش لابس الفلو ارو الفلو كوانتيتي الفيلوسيتي، كل المعلومات اللي انت عايزها تقدر تظهرها في ثواني. ممكن تقول له انا عايزها بقى ك3 دي فيو، بيقول انت ما عندكش مش شاري النسخة مش مشكلة. بس هو لحد كده انا يعني عاجبني. تقدر تعمل برنت تطبع، تقدر تشوف الرموز تعدل فيها لو انت عايز تختار رموز تانية غير الرموز اللي موجودة. طبعا احنا عندنا الاير تيرمينال الميكانيكال للضغط البايب، ممكن سيلكت اكتف لينك. طيب ممكن تعمل ريفرش لو في اي تعديل، ممكن توافق، ممكن تعمل اكسبورت توكسيل. تعال نشوف اكسبورت توكسيل اهوت، واقول له سيفها لي مثلا على الديسكتوب. بيظهر معايا هي التفصيل ده مين ولا برانش، وكل المعلومات اللي انت محتاجها والسايز واللينس والاير فلو والفيلوسيتي وكل دوت موجود في ملف الاكسل. في عظمة بتحصل هنا.